تسرع كده في القرارات عند اللاعبين، كرات بتفتقد للدقه مش عارف ان المركز من ناحيه التمرير عند لاعبي الفريقين. ودي محاوله مع الدقيقه الثامنه عن طريق محمود زلاكا، يضع فريقه في المقدمه. زلاكا القادم من بترول اسيوط والمشارك في لقاء اليوم على حساب محمد عنتر، يفتتح شريط التهديف، يفتح باب التسجيل. لم يتأخر فريق سيراميكا في التعرف على خارطة الطريق وعلى الطرق التي تؤدي إلى مرمى محمود الزنفلي، فتمكن ونجح من تعاون ما بين جوني بوكا. ودي كرة أحمد الكندوسي أرسلها إلى زلاكا، لحظة خروج حارس المرمى الزنفلي من مرمى مع وجود أحمد عماد المدافع في مطاردة لم تفلح ولم تنجح في إيقاف ومنع لاعب سيراميكا كليوباترا من وضع الكرة في الشباك. محمود زلاكا يسجل لاعب الجناح صاحب ال24 سنة، و